13 فبراير، المتصوف ناظر الوقف صاحب الصوت الأجش عباس فارس، من مواليد سنة 1902، عاش في حي المغربلين وعرف التمثيل من صغره. انضم لفرقة جورج أبيض وهو عنده 15 سنة، وبعدين راح فرقة نجيب الريحاني اللي قدم فيها عدد من المسرحيات زي لو كنت حليوة، حسن ومرقص وكهين. وابتدى مشواره السينمائي سنة 1929 في فيلم بنت النيل، ونهاه سنة 1973 في فيلم العنيد. ومتعنا عباس فارس في مشواره الفني بأكتر من 100 عمل. من الطريف بقى في حياة فارس إنه اتجوز واحدة إنجليزية، وكان سبب في دخولها الإسلام عن حب واقتناع. وبعد وفاتها اتجوز فارس من أختها واللي برضو اعتنقت الإسلام.